في اليوم ده 1 فبراير سنة 1662 استولى القرصان الصيني كاوشينجا على جزيرة تايوان بعد حصارها لمدة 9 أشهر. وفي نفس اليوم ده سنة 1856 انتهت حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية. وكمان في اليوم ده سنة 1881 تم القبض على الزعيم المصري أحمد عرابي ورفاقه بعد دخول الإنجليز القاهرة. وفي اليوم ده 1 فبراير سنة 1938 ولد شاعر العامية المصري عبد الرحمن الأبنودي. وفي نفس اليوم ده سنة 1966 توفي الكاتب المسرحي المصري بديع خيري. وكمان في اليوم ده سنة 2011 أعلن الرئيس المصري السابق مبارك عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة عقب اندلاع ثورة 25 يناير.